السلام عليكم كاملين. اولا كلجنة وطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان بالمغرب نود ان نشكركم شكرا جزيلا الحضور كامل وخاصة الصحفيين اللي حاضرين اليوم باش انهم يغطيو هاد الندوة هادي اللي تكتسي واحد الاهمية كبيرة جدا نظرا لحساسية الملف اللي خداه اضراب طلبة الطب والصيدلة بالمغرب ليوصل 213 يوما من الاضراب. غدا غادي نكملوا 7 شهور، غدا غادي نكملوا 7 شهور، يعني 7 شهور ماشي 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 رقم اللي ساهل. راه هذا تكوين ديال طلبه الطب والصيدله لي اونجو، تكوين اللي مرتبط بصحه المواطن المغربي. يعني هاد الملف هذا كنشكركم للحضور ديالكم يكتسي واحد الطابع الاستعجالي اللي جينا اليوم في هاد الندوه باش اننا نوضحوا جميع الامور اللي غتتساهم في حالات هاد الازمه باش صافي نساليو مع هاد الازمه ما تزيدش الطول، لانه يعني سد باب الحوار اللي بقى واحد المده طويله بعد سنتين من الانتظار ديالنا، سنتين وحنا كنرفعوا الاسئله ديال الطلبه التساؤلات ديالهم، سنتين وحنايا باغيين نتفاداو اي تازم ديال الوضع، سنتين ما لقيناش اجوبه شافيه للطلبه، لا سواء في طب الاسره اللي كنا كنناقشوه ما بقاش مطروح على الطاوله، لا سواء في تخفيض مده التكوين اللي كان عنده عده اشكالات وما لقيناش اجوبه منذ سنتين. يعني حاولنا لمده سنتين باش اننا نلقاو الحل، ولكن الغالب الله دارت المقاطعه، وحاولنا منذ 16 فبراير والحوار هو مسدود علينا، درنا اكثر من 100 اجتماع مع جميع الاطراف والفاعلين باش يديروا الوساطه باش نحلوا باب الحوار، اكثر من 100 اجتماع سواء مع النقابات، سواء مع الهيئات الحقوقيه، سواء مع الاحزاب السياسيه، مع هيئه الاطباء، مع جميع مختلف الفاعلين باش ان البرلمان، زعما طرقنا المؤسسات الدستوريه، ومع ذلك بقى الحوار مسدود اكثر من 4 شهور. وحتى البوادر اللي كانت مؤخرا كانت بوادر ديال الوساطه، يعني درنا جميع الحلول باش اننا نلقاو الحل. هاد 7 شهور يعني كنحاولوا جينا هاد الندوه باش اننا نوضحوا وندعيو الحكومه انها يعني تدخل بشكل سريع في شخصي رئيس الحكومه انه يتدخل بصفه مستعجله وينهي هاد الملف هذا ونرجعوا للاقسام ديالنا، نرجعوا للمدرجات، نرجعوا للمستشفيات، ويعني نستأنفوا السير العادي ديال 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 الحياه الجامعيه. يعني إيمان أيت بن عمرو، عضو في اللجنة الوطنية لطلبة الطب طب الأسنان والصيدلة ورئيس مجلس طلبة الصيدلة بالرباط. حنايا اليوم استمرارا للمسلسل النضالي والحراك الطلابي ديالنا اللي بديناه منذ 7 أشهر، حفاظا منا على جودة تكوين طبيب وصيدلي للغد، صونا منا لمجموعة من المكتسبات التي يتم المس فيها، صونا منا لإطاراتنا التمثيلية التي تم فكها، ومطالبة بالحفاظ على واحد جودة التكوين. نظمنا واحد الندوة صحفية شاملة من أجل التعريف بالنقاط العالقة في الملف ديالنا، من أجل الوقوف على مجموعة من التجاوزات القانونية التي لا تحترم ما يقتضيه الدستور في فصلية 29 من قانون في التعبير وحرية الإضراب وحرية العمل النقابي والدفاع على مجموعة من الحقوق وصون مجموعة من المكتسبات. بالإضافة إلى أنه غادي نحاولوا نهضروا على نقاط التي زعما شكلت هاجزا واحتقانا شديدين في صفوف الطلبة، واللي هي منها نقطة الصفر اللي عطاها لنا السيد الوزير المراوي والتي ليست من صلاحياتي، ومع ذلك كيقول لنا غنعطيكم الصفر في ندوة صحفية في سابقة من نوعها، أنه وزير ديال التعليم كيقول لنا هكا غنعطيكم الزرويات، وفي ظل هاد الناس اللي كيقولوا حسن النية وزعموا أننا غنلقاو الحل، وهذا الاجتماع مع فرق الأغلبية ومع رؤساء الفرق البرلمانية بصفة عامة أغلبية ومعارضة، كنشوفوا باللي حتى في الأسدوس الثاني عطانا نقطة الصفر. إذا إلا كان بالصح ناوي تراجع على نقطة الصفر، راه كنخصو ما يعطيهاش في هذا الأسدوس، لأنه من غير داك الشيء كيبقى غير هضرة خاوية
وما كيلتزمش بها. وفي نفس السياق غادي نظموا غدا ان شاء الله واحد الوقفه، واحد المسيره عفوا، مسيره الغضب، تعبيرا منا عن تبات موقفنا، تعبيرا منا عن ايماننا اللامشروط مع بمطالبنا بمكاتبنا بممثلينا، وباننا لن نتراجع. وكنتمنوا من المسؤولين انهم يحضروا شويه ديال العقل، شويه ديال الرزانه، شويه ديال الرشد في التعامل مع الملف. وكنتمنوا المبادره ديال الوساطه الحكوميه في مرحله اولى، وحتى الوساطه ديال الفرق الاغلبيه والمعارضه، رؤساء الفرق البرلمانيه اللي كانوا داروا معنا اجتماع مؤخرا وبغاو يلقاو الحل. حنا كنتمنوا هذه المبادرات، كنتمنوا المجهودات، وكنتمنوا انها توصلنا الحلول واقعيه وملموسه، وما تكونش هي غير حوار صوري كما 7 أشهر من الاضراب، 7 شهور وحنايا في الشارع بدل مدرجات الكليات ديالنا. الا كان شي سبب، الا كان شي واحد زعما كيتحمل المسؤوليه فهو الجهات المسؤوله. لماذا؟ لانه اولا 5 شهور تسد باب الحوار، من لو 15 فيفريي لو 16 فيفريي عفوا حتى يونيو ما كناش كنهضروا، كنا كنحاولوا كنصيفطوا طلبات ديال الاجتماع، كنصيفطوا بزاف ديال الحوايج باش اننا نحاولوا نحلوا باب الحوار، حتى ولا الهدف المطلب الرئيسي ديالنا هو اعاده فتح الحوار. رددنا شعارات زعما باش اننا نفتحوا الحوار. يعني حنايا اللي من جهتنا درناه، ولكن واخا هكاك على الرغم من احتقان الازمه مازال كاين شويه ديال الثقه في المؤسسات الدستوريه ديال بلادنا. كنتمنى ان يتلقى حل لينقذ ما تبقى انقاذه من السنه الدراسيه.